تحياتي واهلا بحضراتكم، ولقاء بيتجدد يوميا مع حلقه جديده من القاهره، استعراض لاهم الاحداث اللي شهدها اليوم. واليوم يوم حافل في مصر وفي العالم باكمله، بالاعلان عن الفوز لرئيس بايدن برئاسه الولايات المتحده الامريكيه، وهنا في مصر ايضا الانتخابات الخاصه بمجلس النواب في المرحله الثانيه. بالتاكيد سيكون لكل من هذه الاخبار نصيب من المتابعه داخل هذه الحلقه، ولكن ابدا مع حضراتكم بالاجتماع عقد الرئيس السيسي وتناول فيه متابعة للموقف التنفيذي للمشروع القومي لإقامة تجمعات بدوية بسيناء. رئيس وجه بأن هذه التجمعات في شبه جزيرة سيناء تهدف لدعم المجتمع السيناوي تنمويا وفي كافة الجوانب، وذلك في إطار استراتيجية للدولة للتنمية الشاملة لسيناء. متابع التقرير التالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإقامة التجمعات البدوية بسيناء، وقد وجه السيد الرئيس بأن تهدف التجمعات البدوية في شبه جزيرة سيناء إلى دعم المجتمع السيناوي تنمويا من كافة الجوانب في إطار استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة بسيناء، بحيث تكون تلك التجمعات بمثابة تطوير عمراني وسكني متكامل الأركان الخدمية من طرق ومحاور وإمدادات طاقة وشبكات ري لزراعة واستصلاح الأراضي. كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بتكثيف التواصل المباشر مع المواطنين في المناطق المستهدفة بالمشروعات في سيناء لإقامة حوار مجتمعي معهم يسهم في بلورة أفضل السيناريوهات الإنشائية لتلك التجمعات البدوية طبقا لمتطلبات واحتياجات المواطنين الفعلية. كما تم استعراض تطوير الطرق والمحاور الرئيسية لمدينة العريش، وكذلك المخطط الشامل لتطوير مدينة شرم الشيخ من منظور تنموي وسياحي وخدمي، امتدادا للمشروعات القومية التي تم افتتاحها مؤخرا بجنوب سيناء، ومنها متحف شرم الشيخ وجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع بالمشروعات الاستثمارية الخاصة باستغلال الأراضي داخل حيز المدينة، وذلك لمضاعفة قيمة وعوائد تلك الإمكانات والأصول. بقى ننتقل للحدث الموجود على أرض مصر في هذه الأيام، هو الجولة الثانية من الانتخابات الخاصة بمجلس النواب في المحافظات التابعة لهذه المرحلة. رئيس عبد الفتاح السيسي أدلى بصوته في الانتخابات في لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة. هذا التقرير يرصد إدلاء الرئيس بصوته. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإدلاء بصوته في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2020، حيث إن مجلس النواب يأتي بعد انتخابات مجلس الشيوخ ليكتمل بذلك قوام السلطة التشريعية بالبلاد. كما وجه سيادته على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع اتباع الأساليب الوقائية لجميع المواطنين داخل وخارج اللجان الانتخابية.
بننتقل للحدث الأبرز اليوم واللي أعلن منذ قليل بفوز جو بايدن مرشح الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، والإعلان تم بشكل رسمي من قبل الجهة المسؤولة. والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئة لجو بايدن والرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات قادمة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي يوضح أن الرئيس أكد في هذه المناسبة التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. معروف أيضا أنه العديد من دول العالم، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ألمانيا، العديد من الدول وجهت التهنئة لبايدن، والجميع أكد على أهمية التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس جو بايدن. كان جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أعلن فوزه أمام منافسه الرئيس الجمهوري ترامب، وذلك حسب التوقعات التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية. أعلنت CNN وNBC نيوز وCBS نيوز نتيجة الاقتراح حسمت لصالح بايدن بعدما جمع أكثر من الأصوات المطلوبة لفوزه داخل المجمع الانتخابي. بايدن حصل تقريبا على 270 صوت، وقد تعاد بايدن بأن يكون رئيس جميع الأمريكيين، ولكنه قال أن العمل القادم سيكون صعب، وقد خرجت مسيرات في مناطق مختلفة للاحتفال بفوز بايدن بالرئاسة. ترامب استمر على رأيه وصرح بأن الانتخابات لم تحسم بعد، واتهم جو بايدن بالإسراع في إظهار نفسه على أنه الرابح بشكل زائف. اتهم ترامب وسائل الإعلام المتحالفة مع بايدن بإخفاء الحقيقة، وأشار إلى أن حملته ستبدأ يوم الاثنين في الحملة القانونية للطعن على نتائج الانتخابات أمام القضاء. الخبر هو الخبر الأبرز، كل وسائل الإعلام بتحاول أن تقرأ فوز جو بايدن لرئاسة أكبر وأهم دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتأكيد أيضا نحن لن نغرد خارج السرب، الحوار القادم هو قراءة في فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد فاصل. حياة سياسية حافلة تمتد لعشرات السنين امتلأت بالانتصارات والإخفاقات، بل وبالمآسي الإنسانية، أمور جعلت جميعها من جو بايدن بأعوام عمره 78 حالة جديرة بالتأمل في المشهد الأمريكي. وصل بايدن إلى واشنطن شابا حديث العهد بالسياسة، وانتخب في عام 1972 وهو في سن 29 عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية دلاوير، وظل عضوا في المجلس على مدار 36 عاما قبل أن يصبح نائبا لباراك أوباما، أول رئيس أسود للولايات المتحدة بين عامي 2009 و2017. وقد حاول بايدن دون جدوى الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة عامي 1988 و2008 إلى أن تحقق له ما يريد بحصوله على مباركة الحزب هذا العام. وخلال فترة عمله في مجلس الشيوخ تخصص بايدن في الشؤون الخارجية، بل ورأس في وقت من الأوقات لجنة العلاقات الخارجية، ومن أشهر مواقفه تأييده اجتياح العراق عام 2003. كما أيد بايدن دور الولايات المتحدة كزعيمة على المسرح العالمي في وقت كان دونالد ترامب يتخلى فيه عن اتفاقات دولية ويستعد الحلفاء القدامى. دائما ما يتكلم بايدن عن المآسي التي شهدتها عائلته، ومنها وفاة زوجته الأولى وطفلته وإصابة نجليه في حادث سير عام 72 بعد أسابيع من انتخابه عضوا في مجلس الشيوخ. وفي عام 2015 فقد بايدن نجله الأكبر الذي توفي بعد معاناة مع السرطان، وكان بايدن نفسه قد واجه أزمة صحية خطيرة عام 1988 عندما أصيب بتضخم الأوعية الدماغية. ولد بايدن في بنسلفانيا وكان الأكبر بين أربعة أشقاء. انتقلت أسرته فيما بعد إلى دلاوير، وفي صغاره عانى من مشكلة التلعثم في الكلام. وكثيرا ما يشير بايدن المعروف بصراحته الشديدة في الحديث وزلات اللسان في بعض الأحيان إلى جذوره في الطبقة العاملة،
كما يعرف بأنه كاثوليكي متدين فخور بأصوله الأيرلندية. وقد سعى بايدن لتصوير نفسه زعيما يتمتع بالخبرة قادرا على أداء مهمة إبراء شعب أنهكته جائحة كورونا وتحقيق الاستقرار بعد سنوات ترامب العاصفة في البيت الأبيض.